اشوفها لوحه تشكيليه، ولكن هذه اللوحه التشكيليه ابتدي هني اطوحها او مثل ما يقولون امسرحها، بحيث انها تكون عباره عن ديكور يصلح التحرك فيه الممثل في المشهد هذا. فطبعا مو كل لوحه تشوفها انت تصلح تكون مثلا مشهد مسرحي، لكن هني تبقى عاد عمليه انك انت تبتدي تطور الفكره شوي شوي الى ان هذا. الى جانب ايضا انت لازم تكون عندك في اطلاع بالعمل نفسه، النص نفسه، الفكره اللي موجوده، الرمز اللي فيها، الهدف من المسرح هذه. فهني انت توائم بين المشهد التشكيلي الى الفكره المسرحيه اللي مقصود منها، مثل الهدف فيها او اللي قاعد يحاول المؤلف يوصلها. طبعا هذا كله يكون داخل اطار مع اتفاق مع المخرج في اني نحاول نقعد جلسات واشوف شنو الافكار اللي هو يبيها، شنو اللي بيوصلها. فهني تكون عندنا مؤامره. واعتقد ان كل ما كان المصمم مسرحي جانب التشكيلي قوي، كل ما كان عنده المشهد المسرحي. انا اتفق معك صراحه يعني 100% استاذ، خاصه لما يكون يعني تعاون مع فنان مبدع مثل الاستاذ عبد العزيز الحداد، لك اعمال كثيره معه وعندكم فكر مشترك في انتاج المسرحيات اللي قد تكون اكاديميه بشكل اكثر من هي ممكن تكون. شوفي يعني أنا, أنا, انا 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 لا اقلل من شان الاخوان المخرجين واللي اشتغلت وياهم، ولكن يبقى استاذ عبد العزيز الحداد، استاذ فؤاد الشطي، والفنان الكبير شاد الخليج، هذول يعني انا الدكتاتوريه المحببه لقيتها في شخصيتين اثنين، فؤاد الشطي وعبد العزيز مفرج، في عندهم نوع من الدكتاتوريه صح بالفنيه طبعا، ولكن 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 تحس انها دكتاتوريه اللي, اللي اللي تنتج، اللي همها صالح العمل مو بس لفرض الشخصيه. فممكن انا كنت اشتغل في ايام المسرح، ممكن الحين من زمن طويل ما قربت من المسرح، لان ما عاد في الحان في المسرح الجاد اللي تحس انك انت قاعد تقدم فكره وتقدم هدف. وهذا المسرح الان صار كسب مادي واشياء مثل ما يقولوا كان الاكلات السريعه، فاست فود سريع. إيه. والله صحيح. انما 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 يبقى على المستوى الاكاديمي جيده، المستوى الاكاديمي قدمنا احنا قبل كم سنه كان مسرحيه السوق تبناها المجلس الوطني، قدمت من رسال قاضي شبيليا، كان فيها مجموعه من الممثلين الجادين، وقدمنا ديكور كان من انجح الديكورات اللي سويتها. لكن قاعد اقول لك انه عبد العزيز الحداد لنا كخاصه، اكيد احنا ناخذ منه التفاصيل خلال تواجده معنا خلال حلقه اليوم ان شاء الله. عبد العزيز الحداد شيء ثاني يعني أكيد. بصراحه يعني يكفي استاذ انه يكون بينكم هذا التواصل الفني او الاندماج الفني. لا لا انا هذا قاعد الثلاثه هذول الصراحه من اعز الناس اللي اشتغلت فيهم واستمتع معهم. أكيد. لما اشتغل مع عبد العزيز الفرج ولا فؤاد الشطي ولا عبد العزيز الحداد، ننتظر اي عمل مقبل ان شاء الله منكم. والله عاد هذا حطيتك انا على المحك الحين. نسال شوي استاذ رش، ايش خلال المرحله القادمه في صناعه هذه اللعبه او الدمى؟ يعني حابه ان تنشرينها في الوطن العربي، من هو ليس معروف بالوجه الكثير، صار بينش وبين تواصل من الفنانين في الوطن العربي، عرفت ان هي موجوده مو موجوده، عندهم خلفيه، عندهم خبر ان هذا النوع من الفنون متواجد؟ هو انا اول ما خلاص اتقنت العروسه وطلعت معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، طبعا حبيت اشوف في حد تاني مثلا توصل لها، يعني فضول يعني. صحيح. فبدات اسال، يعني سالت في كل الدول العربيه، كل اصدقائي في الدول العربيه انه اسالوا لي مثلا عن في عرايس بالمواصفات دي، بعت لهم صور فاكدوا لي انه لا. فحبيت اشوف طيب وفي العالم، بعت كمان هناك اختي في استراليا قالت لي ابدا مش موجود، ما فيش حد عنده النوعيه. لا ناس كمان في بريطانيا تواصلت معاهم قالوا لي كمان انه لا لسه. فيعني انا من خلال تواصلي وكمان مع المجموعه اللي انا مكوناها دلوقتي، مجموعه فنانات الفوفوتشا مكوناها انا، معظمهم من البرازيل ومن ايطاليا. حلو، خالص إيه وطن عربي. إيه فهي كمان يعني كان في ملاحظة من واحدة منهم إنه بتقول أول مرة نتواصل مع حد من الشرق الأوسط،
احنا مبدعين العرب عندنا ناس منتجة بس ما بيحد يتواصل معنا. طيب استاذة رشا كلميني عن صناعة الدمية، ايش كذا تاخذ منك وقت؟ كيف تأتي الفكرة من بداية التصميم على ورقة إلى أنها تصبح نفس ما شفنا اللي هي أم شايلة البيبي مالها؟ أيه. البيبي أعتقد بيبي بوي بعد أزرق بزرق. أيوة. أنت متحيزة للون أزرق وللشباب صراحة أو للمصح عنصر الرجال، كلميني عنها إذا سمحتي، هذه اللعبة أو هذه النموذج. أوكي، هو يعني حبيت اني اغير شويه انه مش كله بنات يعني. ليش في، خلينا نشوفها على الكاميرا لو سمحتي. ايوه اوكي. مش كله بنات اللي في ايديك ايه بالضبط يعني؟ لا دي ام يعني ايه أوكي. انه مش كله يعني بنت تلعب تاكل حلاوه تاكل كاكاو. لا خلينا انه ممكن نغير شويه، نعمل المدرسه، ممكن نعمل الام شايله بيبي. ممكن هدايا للمواليد اعتقد. صحيح. من هي يعني ام وشايله بيبي بوي مالها وطالعه المستشفى شكلها نفس الروب حتى الطبيب. صح. ايش كده تاخذ تنفيذ الوقت فيها لهذه اللعبه؟ هو بعد الاتقان، بعد ما الواحد خلاص يتقن الموضوع ويعرف القياسات وانه يا دوب بس يقص ويركب، ممكن تاخذ حوالي ساعتين ونص. لكن في بدايه التعليم يعني ممكن تاخذ الدميه يوم كامل، ممكن يومين، على حسب الاقبال، على حسب ما انا هشتغل قد ايه، يعني عندي صبر قد ايه. صحيح. لان هي محتاجه صبر. يعني ايش كثر تقريبا يعني اليوم واحد تنجزين اكثر من نموذج؟ يوم واحد اي، انا بالنسبه لي انا بعد التمكن وبعد بعد ثلاث سنين. اي بعد ثلاث سنين يعني طبعا. فكفايه عليا ساعتين، يعني ساعتين ساعتين ونص بالكثير تطلع معايا. صراحه سبرشا يعني وايد انا صراحه استمتعت بهذا الفن. الله يسلمك يا رب. اتمنى لك التوفيق. شكرا. واتمنى ايضا تكوني اول مراه عربيه تتمتع بمواصفات هذا الرسم. شكرا. وهذا في انتاج هذه اللعبه او هذه الدميه، وان تكون استاذه رشا اول عربيه مصريه لها الشرف تقود الفتيات العربيه. شكرا. في انتاج هذا الدمى. كل الشكر لك لحضورك معنا اليوم، شرفتينا ونورتينا. اشكركم. استاذ سعود احب اسمع منك كلمه حلوه تقولها بحضور استاذ رشا وايضا تخدم في الحوار. اي الحين انا يحضرني الحين بالنسبه للدمى وصناعه الدمى، انا اليوم سمعت من وحده في المجلس الوطني ان مستخدمين اثنين من بريطانيا. صحيح. عشان يعملون مسرح عرايس. ومع الاسف يعني حتى الحضور ما كان، اللي دخلوا الدورات دخلوا وانسحبوا، ما ادري الاسباب هل، لكن قاعد اقول احنا مشكلتنا هذه دمى كان موجوده عندنا هنا، لكن احنا دائما عندنا عبده الاجنبي جايبين من بريطانيا اثنين الخير منا وفينا اكيد وديره معطاء اولاده. ولكن يعني مقارنه انا اقول شوفوا الدمى اللي موجودة في رشا وشوفوا الدمى اللي سواها من البريطاني. الله يسلمك. انا اكيد افتخر يكون عندنا نموذج عربي ينتج هذه الالعاب الجميله على كل المستويات. كلمه اخيره تحب تقولها خلال الفتره القادمه، شنو راح يكون نشاطك ان شاء الله؟ والله احنا ان شاء الله عندنا مجموعه نشاط الفني، نسمعنا عندنا مجموعه اسمها لاتوش. هاي مجموعة من أربعة، أنا والأستاذ عنبر وليد وفنانة سوزان بوشناق وجنان خسرو. احنا كمجموعة فنية سوينا معرض سنة 2009، فالآن إن شاء الله قاعد نستعد أن نقدم لنا معرض ثاني، وفي إن شاء الله في معارض جاية برا. كل الشكر لك استاذ سعود الفرج، حضرتك فنان تشكيلي نورتنا وسعدنا فيك اليوم. استاذه رشا الحواجري كل الشكر لحضورك اليوم، تمنيت لك بالتوفيق. مشاهدينا مستمرين معاكم في حلقتنا من مسائي والكثير من عناصر الفنون الجميله خلال حلقه اليوم من مسائي، لكن بعد هذا الفاصل.